أنا لا أريد أن أستعرض العلاقات التاريخية لأنها مفهومة وأعتقد تداولتها كل وسائل الإعلام، لكن أنا بركز على عدة نواحي. أولا الزعيمان كل منهما الآن يعيش عصر آخر مختلف عن الماضي. يعني نحن الآن لا نزايد على مواقفنا بين الشرق أو الغرب. عرفنا من تجاربنا الطويلة أن لا الشرق ولا الغرب يستطيع أن يبنياني هويتنا أو ثقافتنا أو مستقبل اقتصادنا وشعوبنا. القضية الآن الحقيقة نحن نواجه ثلاث محاور خطيرة جدا، يعني وحش الإرهاب، أطماع إيران، أيضا الجانب الاقتصادي والذي هو ركيزة المستقبل لهذا للبلدين. أعتقد أنه الملك سلمان والرئيس وفخامة الرئيس السيسي كل منهما يعرف أنه الآن التطور الزمني تغير، الفعل التاريخي تغير، والعمل أيضا يحتاج إلى قائمة طويلة من العمل السريع والتخطيط للمستقبل البعيد. يعني الجانب الاقتصادي أنا أعتقد أنه من أهم الجوانب الذي تعطلت بأسباب أما إدراجية قديما أو إجراءات اقتصادية، لأنه ارتبط الاقتصاد دائما العربي بتحدي بالفعل السياسي، وهذا عطل الحقيقة المرحلة يعني ولم يعطنا المسافة الطويلة لنستطيع أن نبني فيها اقتصاد عربي موحد، وبالذات البلدين مصر والسعودية وهما الآن ركيزة الوضع العربي الذي وهما المسؤولان بالضبط عن إنقاذ الموقف العربي والوضع العربي المتهرب. نعم، بعض المراقبون يصفون القمة السعودية المصرية المرتقبة بإعلان لنظام عربي جديد، لما للدولتين من ثقل في المنطقة برأيك كيف ستنعكس هذه القمة على العمل العربي؟ بالتأكيد أنا لا أعتقد أنه يعني واسمحي لي أنا أقول أنه الدول معظم الدول العربية الآن أشلاء، يعني لا ندري كيف ستكون لملمة هذه الأشياء. هناك عدة آراء وأفكار عالمية أنه ستقسم سوريا والعراق وليبيا، هو الزحف جاري على دول أخرى. إذا نحن أمام تحدي كبير جدا، ولا أعتقد أنه من يستطيع أن يدير البوصلة إلا السعودية ومصر حاليا. والمستقبل لا ندري ماذا سيكون. نحن أمام أطماع إيرانية خطيرة جدا. يجب أن نعرف أنه يعني التحدي ليس تحدي فقط هو وجود، وإنما تحدي مستقبل الوطن العربي أمام القومية الإيرانية. والقومية الإيرانية هي عبارة عن يعني غلاف إسلامي لقومية متطرفة شوفينية. فمصر والسعودية لا أعتقد أنهم يخفيان مخاوفهما من سطوة هذا البلد ومن تطلعاته. قطعا إيران ليست كالشبح الخطير جدا، هي من داخلها فسيفسة قادرة أي دولة تعمل على تناقضات الداخل أن تفتت إيران. نحن الآن في مواجهة عنيفة عنيفة جدا، وبالتالي يعني للغرب ولا الشرق كل منهما يتفرج علينا. نعم. بالتالي أنا لا أعتقد أنه يخفى علينا أن نكون بالفعل قوة فاعلة وقوة متحدة وقوة مستقلة عن تيارات الشرق أو الغرب. نعم، كيف تقرأ حزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المجلس السعودي والمصري؟ والله مرهونة بمستقبلها، مرهونة على تفعيل هذا العمل. نعم. يعني احنا انعقدت لجان طويلة جدا، وأعتقد أنها تفوق 12 أو 14 جلسة. ماذا تحقق؟ هذا هو السؤال. يجب أن نفعل يعني ما نستطيع أن نقدم فيه العمل، لا التصورات ولا البيانات الختامية. نعم. علينا أن نفهم بالضبط كيف ندير يعني مستقبلنا. الاقتصاد هو الآن محور قوة كل بلد في العالم. نعم. سنغافورة بلد لا توازي نصف أو ربع الرياض، هي الآن من الاقتصاديات المميزة في جنوب شرق آسيا. إذا ماذا ينقصنا؟ في إمكانات مادية، إمكانات بشرية، موقع جغرافي، كل هذا تيسر علينا أن نكون قوة فاعلة في المنطقة وفي العالم.
نعم، شكرا شكرا جزيلا لك المحلل السياسي يوسف الكويليت، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.